السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في قناتكم ايمانيتا الريفية. اليوم ان شاء الله فيديو جديد مع ايمانيتا. كيف كتشوفوا راني غاديين عند شي ناس من العائله ساكنين في الباديه، بغينا نمشيو نفوجوا شويه ونبدلوا الجو ونحيدوا من داك الصداع ديال المدينه، وحبيت كيف العاده نديكم معايا باش تساروا معنا شويه في هذه البلاصه اللي سميتها بوعرق. غادي نساركم فيها شويه وتفوجوا معنا. نتمنى يعجبكم الفيديو، خليكم معايا.